ولنقاش ملف الفساد الحكومي واستغلال الأحزاب للأزمة الاقتصادية للتغطية على الفساد الحالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أهلا بك سيدي. أهلا ومرحبا. برأيكم لماذا تصر الأحزاب والحكومة على حد سواء على استمرار عمليات الفساد؟ ليس لديهم خيار إلا الفساد، لأن المنظومة السياسية في البلد كلها قائمة على الفساد. يعني النهج السياسي للدولة هو المحاصصة، والمحاصصة يعني تقاسم الغنائم، والعراق اليوم هو عبارة عن غنيمة وليس وطن بالنسبة لهم. نعم، كان أمام العراق فرصة لاستغلال الموارد النفطية وإعادة بناء البلد بعد عام 2003. كيف ساهمت إيران والولايات المتحدة الأمريكية في وصول الأمور إلى هذا المنحى الخطير؟ في يعني الموضوع، نعود لنتحدث عن الفساد السياسي. الفساد السياسي في البلد يعني أن البلد لا يمتلك زمام إرادته السياسية، ولا يمتلك القدرة على السيطرة على التنمية وعلى ثرواته وإلى آخره. عندما تفقد الدولة القدرة على إدارة ثرواتها والتحكم فيها وفق احتياجاتها، وعندما تفقد إرادتها السياسية في تقرير ماذا تريد وما هو مشروعها السياسي، بالتأكيد كل شيء سيذهب للفساد وإلى الهدر وإلى يعني الفوضى. هذا جوهر النظام السياسي في العراق، لو استمر 100 عام بهذه الطريقة لن يصلح شيئا. ما لم يستعيد العراقيين زمام المبادرة لحماية سيادتهم وبلدهم وحماية ثرواتهم، فكل الحديث الذي نتحدث فيه هو عبارة عن مضيعة للوقت. كم حكومة تبدلت منذ 17 عاما حتى اليوم والأمور باتجاه الأسوأ؟ كم انتخابات أجريت والأمور باتجاه الأسوأ؟ نعم، يعني من يراهن على تغيير في العراق عبر الآليات السياسية القائمة وعبر النظام السياسي القائم، يعني اسمح لي أقول عليه أحمق، أو أنه مستفيد له مصلحة باستمرار النظام السياسي حتى يحافظ على مصالحه. في هذا السياق الحديث عن هذه السيادة مع انهيار أسعار النفط، تحدثت الحكومة بشكل صريح عن سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية وبالتالي ضياع هذه الإيرادات وعدم شمولها في الميزانية. كيف يفسر ذلك وما المطلوب من الحكومة للتعامل مع هذه التجاوزات بدل الحديث عنها؟ عدت مجددا لتسأليني عن الحكومة. العراق يعيش اليوم في ظل حكومات متعددة وليس حكومة. هناك حكومات، كل عصابة في العراق لها حكومة ظل. الحكومة المركزية في بغداد هي عبارة عن تقاطع لمصالح وتقاسمات. دليني على أي حادث تم التحقيق فيه والوصول إلى نتائج من حيث الفساد أو غير الفساد. يعني تفاءل الناس خيرا بحكومة الكاظمي بشأن الحريات، بشأن المطالبة بحقوق الشهداء إلى آخره. اليوم حكومة الكاظمي هي من تقوم بقمع المتظاهرين وعشرات الجرحى وبعض الشهداء اليوم سقط في هذا اليوم، لأنهم بيطالبوا في حقوق مشروعة في جو درجة الحرارة 53 بلا كهرباء. يعني الوضع في العراق كارثي، ومن الصعب يعني الإحاطة بكل تفاصيله اليومية. نعم، هناك في العراق مراكز نفوذ وقوة داخل الأجهزة الأمنية، ليس هناك أجهزة محترفة وليست هناك أجهزة تعمل لحساب وطن. هناك تقاسم لكل شيء في العراق. هل القروض الخارجية ستحل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية؟ يعني إذا القروض حلت مشاكل دول أخرى بتحل مشاكل العراق. طول عمرها القروض كانت وسيلة من وسائل الضغط والابتزاز السياسي الدولي لإسقاط الدول والنظم في شباك الولايات المتحدة والنظام الرأسمالي الغربي، ليس إلا. فما بالك في العراق الساقط أصلا؟ يعني هم يريدوا أن يحتكروا العراق لمئات السنين بشوية دراهم. ما حاجة العراق للاقتراض؟
يعني فاسد واحد يستطيع أن يسدد كل موازن، نصف موازنة العراق. العراق يحتاج إلى عملية تغيير جدي جذري عبر الشارع، بخلاف شكرا. ذلك لن نستطيع الوصول إلى تحسين أوضاعنا وفق الآليات السياسية والدستورية الراهنة أو توازنات الوضع القائم. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.